منتابع حلقتنا مع اختتام سلسلة المؤتمرات اللي قام فيها المركز البطريركي العالمي لحوار الحضارات. صدر المجلد الأول ضمن احتفال جمع وجوه دينية وسياسية واجتماعية وإعلامية. تقرير. لأنه لبنان ليس مجرد وطن، إنما رسالة، والرسالة منا شعار، إنما هي فعل، والفعل يتطلب جهد شخصي من كل إنسان لتطبيق مفهوم الرسالة على الأرض. لذلك قام المركز البطريركي العالمي لحوار الحضارات بين العام 2012 و2015 وبالتعاون مع جمعية أؤمن بتنظيم سلسلة مؤتمرات بحثت بكل التساؤلات الوجودية التي تشغل العرب واللبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص. نتيجة هالمؤتمرات يلي جرت على امتداد 4 سنوات جمعت بمجلد تم إطلاقه بحفل جرى بمجمع البطريرك غريغوريوس الثالث بمنطقة الربوي. نقدم لمن ساهم في هذا المؤتمر في هذا المركز اللقاء من خلال 6 مؤتمرات على مستوى جميل جدا، أولئك الذين ساهموا في ولادة هذه المؤتمرات أن نكرمهم اليوم بأن نقدم لهم الكتاب التذكاري الذي يجمل بعض نواحي عمل هذا المركز الذي هو لبناني بامتياز. إطلاق المجلد أهميته أنه بيضوي على المشاكل، مشاكل يلي عم بيعاني منها المجتمعات العربية وبضمن طبعا المجتمع اللبناني، ضمن هالمجتمعات العربية والمجتمع اللبناني المسيحيون خصوصا، انطلاقا من كل يلي عم يحصل بلبنان وأكثر شيء عم يحصل بالمنطقة. فاليوم نحن عم نحط خارطة الطريق مع صاحب الغبطة ومع كل الحضور لحتى نشوف شو هو المخرج، كيف ممكن يتحفظ على كرامة الإنسان، كيف ممكن نحن نوصل لحوار بناء من دون ما أنه يكون حوار يعني من دون جدوى. حفل إطلاق المجلد الأول من أعمال المؤتمرات الوطنية والشرق أوسطية أقيم بدعوة من بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام. الحفل ميز حضور رسمي أعطى زخم وروح لمقررات المؤتمرات يلي أصبحت موثقة بكتاب. إحنا من بارك هيك لقاءات، لأنه فعلا أنا بعتقد خلاص هالمنطقة وخلاص لبنان بالأول بيجي من هيك لقاءات. الجهد اللي عمله مركز لقاء الحضارات والسيد غبطة البطرك هو إيد ممدودة لكل المجتمع اللبناني، وفي لقاء إيجابي عم بيكون من الداخل اللبناني ومن الخارج مع الفاتيكان. هيدا الكتاب تحديدا لما كان له على رفوف يعلوها الغبار، ولكن أحرفه هي أحرف تطبيق، فمن هني سيدنا ومن هني البطريركية الكاثوليكية على هالمبادرة هيدي، وعلى أمل أيضا يعني اللقاء يكون لقاء مستدام وليس لقاء عابر. صدور المجلد محاولة جيدة لحث كل واحد بموقع المسؤولية لحتى يقدم بعض الإجابات بعصر عم تعصف فيه الأسئلة الوجودية القلقة والصعبة. وختام حلقتنا لليوم رح بيكون مع التقرير الرياضي. بكرة أكيد حلقة جديدة من أخبار صباح ابتداء من الساعة 7:30. كونوا على الموعد. باي. سلم وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو وسامي استحقاق وطني من الدرجتين الأولى والثانية إلى لعبة التنس الأولى في المنتخب الروسي للعب البيضاء للسيدات ماريا شرابوفا. وكان قد تم الإعلان عن منح شرابوفا الوسامين في 2012 لتحصل على وسام الدرجة الثانية لمشاركتها النشطة في الأعمال الخيرية ووسام الدرجة الأولى، وذلك لمساهمتها في تطوير التعليم البدني والرياضة ونتائج الرياضية البارزة في دورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن التي فازت فيها بميدالية فضية. وأقيم حفل تسليم
الوسامين في مقر وزارة الرياضة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوتسي. ورغم أن شارابوفا المصنف السادس بين لاعبات التنس المحترفات تعد الورقة الرابحة في المنتخب الروسي للتنس في منافسة أمام هولندا في ربع نهائي كأس الاتحاد، فإن مشاركتها ما زالت محل شك. وقالت شارابوفا في المؤتمر الصحفي السابق للدور ربع النهائي والذي سيقام في الملعب الأولمبي في موسكو يوم السبت وبكرة الأحد، ويعد المنتخب الروسي هو الأوفر حظا للفوز فيه، هل سأشارك؟ على الأرجح لا، ولكن هذا سيتقرر لاحقا. رفضت محكمة برازيلية دعوى تهرب ضريبي ضد نيمار مهاجم برشلونة بطل دوري إسبانيا لكرة القدم، لأن سلطات الضرائب المحلية لم تنتهي بعد من مداولاتها الخاصة بالقضية. واتهم مهاجم منتخب البرازيل ووالده واثنين من الرؤساء السابقين لنادي الإسباني بالتهرب الضريبي وتقديم مستندات مزيفة في قضايا قال مدعي أن تتضمن احتيال تعاقدي يحيط بملكية حقوق صورة نيمار. لكن القاضي ماتيوس كاستيلو برانكو فيرمينيو دا سيلفا رفض نظر القضية لأن سلطات الضرائب في البرازيل لم تفصل في الأمر بعد. وقال القاضي ترى المحكمة الاتحادية العليا أن توجيه الاتهام غير ممكن في قضايا الضرائب قبل اتخاذ قرار إداري نهائي. ويوم الثلاثاء الماضي قال ممثل للادعاء في مدينة سانتوس مسقط رأس نيمار تسبب سلوك نيمار بجانب الآخرين المتهمين في خسائر بالملايين للأموال العامة. وتشير المزاعم إلى عقود حقوق صورة نيمار من 2006 عندما كان نيمار لا يزال يلعب في سانتوس. ويزعم المدعوون حدوث المزيد من الاحتيال خلال مفاوضات انتقاله لبرشلونة في 2011 عندما انضم نيمار إلى النادي الكتالوني عام 2013. وقال ممثل الادعاء بأنه سيطعن في القرار. كما مثل نيمار أمام قاضي إسباني لتقديم أدلة بشأن مخالفات مزعومة متعلقة بانتقاله، وأمرت سلطات الضرائب البرازيلية نيمار ووالده في الأسبوع الماضي بدفع حوالي 460 ألف ريال أي 113 ألف دولار كضرائب من عامي 2007 و2008. عندما يحسم مسؤولي كرة القدم الأفريقية المرشح الذي سيساندونه في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي الفيفا مع وصول معركة خلافة سيب بلاتر على القمة الرياضية إلى مراحلها الأخيرة، هذا يعني بأن الأمور بدأت بالعد العكسي. وفي وجود 54 دولة يحق لها التصويت، سيكون الاختيار الأفريقي في الاجتماع في كيغالي برواندا حاسم في انتخابات الفيفا الذي سيصوت فيها 209 اتحادات أعضاء. الفيفا يختار رئيس جديد وسط أكبر فضيحة فساد في تاريخه والتي شهدت توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 41 شخص. وسافر المرشحين البارزين السويسري جياني إنفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى كيغالي قبل الاجتماع. عيسى حياته رئيس الاتحاد الأفريقي والقائم بأعمال رئيس الفيفا أبلغ صحيفة ليكيب الفرنسية أنه اتحاده وقف في البداية خلف ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي قبل إيقاف الفرنسي 8 سنوات من جانب لجنة القيم في الفيفا. وقال الكاميروني حياته يلي أثار احتمال أن يكون الشيخ سلمان هو الخيار المفضل، إذا كان بلاتيني مرشح كانت أفريقيا ستصوت له بالتأكيد، وهل ستكون جريمة إذا قررنا مساندة سلمان؟ من يستطيع منعنا من ذلك؟ ومن المتوقع أن يسافر الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل والفرنسي جيروم شامبين إلى رواندا أيضا. لكن المتحدث باسم المرشح الآخر لرئاسة الفيفا الأمير الأردني علي بن الحسين قال لرويترز أنه لن يحضر الاجتماع. الشهر الماضي أعطت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم دعم بالإجماع لإنفانتينيو، بينما يمتلك الشيخ سلمان مساندة اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي. ورغم أنه الاتحادات الأعضاء يمكن أن لا تتبع توصيات لجنتها التنفيذية في الاقتراع السري لتحديد رئيس الفيفا، فإنه من المتوقع أن يحصل كل من المرشحين الاثنين البارزين على دعم أغلب قارته، وهو ما يجعل معركة نيل مساندة أفريقيا حاسمة أكثر.